السلام عليكم. اليوم مع وصفات اموال جيتكم بهذه الوصفه اللي هي مربعات الشوكولا بواحد الكلاصاج هايل. معنيكم غير تبعوا الوصفه، اكيد راحين تحتاجوها. يلا تبعي معايا الاخير هكذا باش تكتشفي الطريقه وتجهزيها. الخليط الكيك واش فيه؟ عندي هنايا 4 بيضات كاملين، رايحه ندلهم كاس نتاع السكر، نزيد عليهم غرفه صغيره معمره مليح تاع لافاني هكذا، ونخلط كل شيء غير بالفوي حتى نحسوا انه هذاك السكر ذاب. هنا تقدري تستعملي الباتر. مور السكر مباشره نحب ندير هنا كاس نتاع الحليب، ما نديرش الزيت. علاش؟ باش يدوبلي هذاك السكر، يعاوني هذاك الحليب يذوب لنا السكر. نخلطهم مع بعض، نزيد عليهم كاس الا ربع نتاع الزيت، وراني نخلط نهبطو كامل هذاك الزيت. عفوا انه الزيت ثقيل شويه، تبقى شاده هكا الكاس باش يهبط كامل. بعد نزيد الكاس الاول تاع الفرينه، ندير هذاك الكاس الاول مع 3 مغارف كبار، 3 مغارف كبار تاع الكاكاو البني المر. دائما الكاكاو خيري نوعيه اللي تكون مليحه وتكون الريحه تاعو شابه، يعني تشمي فيه ريحه الشوكولا. ونزيد عليهم كيس ونص نتاع خميره الحلوه، ساشي ونص اللي هما 3 مغارف صغار نتاع خميره الحلوه. اذا كيس ونص راح تجينا هذيك هي. دائما الكيس غلقوه مليح، نعاود نخدم به وصفه واحده اخرى. اذا نغرب لهم كاملين ونخلط كل شيء حتى ينسجموا لنا، يعني ما تبداش تبان لنا هذيك الفرينه. نخلطها هكذا مليح مع الكاكاو والخميره حتى لتحت. نزيد الكاس الثاني، يعني راح نحتاجو زوج كيسان فرينه مع 3 مغارف كبار تاع الكاكاو، هادو هما المواد الجافه. ونخلط كل شيء هكذا. هنا في الكيكات غير تشوفي انه الفرينه ما ولاش تبان حبسو تخلط، يعني ما تبقايش تخلطي الخلاص، غير يولي لك الخليط ليس تبداش الفرينه تبان تحبسي تخلط، يعني ما نزيدوش بزاف. كاليتي بها غير تخلط وتعاود، لكن من بعد المسكوت تاعها ولا الكيكه تاعها ما تجيهاش خفيفه. نزيد لها مغرفه كبيره نتاع الخل، دائما نهضر على هذه المغرفه الكبيره نتاع الخل في الاخير، تعطينا واحد الفارق اختلاف تام في النتيجه. خطرات ننساها، لكن الاغلبيه نديرها، ديريها في اي شيء، موسكوتش ومادلين اي وصفه ديري فيها المغرفه نتاع الخل. شوفوا القوام تاع الخليط تاعنا كيفاش داير، يجي خفيف شويه. هنا عندي امول يدخل الكوشه، يدخل الفوق، وشحال فيه؟ فيه 35 على 25 سنتيم، تقدري ديري حتى 40 على 25 سنتيم. نفرغ الخليط تاع الكيك تاعنا، من بعد نسوي له الوجه نتاعو، ما نخلوش هذاك الوسطاني معمر بزاف باش كيطيب لنا ما يطيبش منفخه في الوسط، في الوسط وفي الطرف تجي هابطه هكذا. اذا ندخلها الفرن 180، اللي طيب تاع التريسيتي 160 170 راح تكون كافيه، فتاع الغاز 180 درجه. اذا نطيبو غير ينشف، ندخل الموس يخرج ناشف نحيها. من بعد ما طاب لو بيسكوي تاعنا، شوفوا كيفاش طاب لي، غير ينشف ونطفي عليه. من بعد واش ندير؟ عندي لهنا شوكولا لي طالا اوبتيلا، هيا معنا مع السخانه تخليها على برا راح تولي مطلوقه. راح نحتاج منها زوج مغارف كبار نتاع شوكولا لي طالا. اذا زوج مغارف كبار نديرهم هكذا في طبسي. واش نزيد عليهم؟ زوج مغارف كبار تاع الياوخت طبيعي، حتى هو خرجته من قبل من الفريجيدر. اذا ونخلط هاد الشوكولا مع الياوخت ناتشور حتى يندمجوا لنا، من جهه نقصوا الحلاوه ومن جهه يجينا بنين. اذا نخلطها مليح حتى تنسجم لنا مليح مليح. شوفوا القوام اللي تحصلت عليه، رائع رائع رائع، خفيف ويعني لامع. اذا ونديروا على الوجه تاع الخبزه نتاعنا، يعني تقدر تطبقيها في كامل الوصفات نتاعك.
ندهن كامل الوجه. اذا نزيني باش حبيتي، انا عندي هنايا بسكويت مطحون نزين به الحلوه تاعنا. عندك مكسره، دي نواط كوكو، ما ديري والو. انا عندي هاد لو بسكويت فيه بنت البان دي بيس، بزاف بنين يعني، يعطينا بنه هايله مع الشوكولا او لو بسكويت تاعنا. ها هي معنا، اذا بقى لي غير نقطعها ونشوفوها واجده معنا. الوصفه تاع نهار اليوم ها هي معنا واجده. شوفوا كيفاش جاتنا هذيك المربعات تاع الشوكولا. الكيك تاعنا جا بزاف خفيف، جا طالع، وكي تقطعه يعني ما يجيش يتفتت. تحفة تحفة تحفة. ما عليكم غير تجربوا الوصفة، وإلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة، وإلى اللقاء.